أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من كفانا كل شيء، كفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة، وصدق قولنا وفعلنا بالتحقيق. اللهم يا شفيق يا رفيق، فرج عنا كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ولقد وقفت بباب عفوك راجيا منك الرضا يا أرحم الرحماء. ولقد وقفت بباب عفوك راجيا، ولقد وقفت بباب عفوك راجيا منك الرضا يا أرحم الرحماء. فارحم ولا تردد، فإني لم أجد ربا سواك مخلصي من دائي. فارحم ولا
تردد فإني لم أجد ربا سواك مخلصي من دائي. والحال ضاقت بي ولم أر نافعا إلا الرجوع لأكرم الكرماء. والحال ضاقت بي ولم أر نافعا إلا الرجوع لأكرم الكرماء. ميلي قوى أولاي لي جهد لا حول وليلي تدبير فالقضاء ولا حينا. من أمرني بالصبر والتوكل هو يصرف أمداتي وحيلا. عندي أنا الدعاء ومن عندك القبول والحاجة ما تكون فيها تعطينا. والله ما بديت هذا التوسل حتى تيقنت من قدرتك الجليلة تعطينا مطلبنا في هذا الليل. عودتني منك إحسانا وثيقت به وحاشا فضلك أن نراه ممنوعا. ما زلت تولي العطاء لمن عصاك ولم يكن عطاك لأجل الذنب مقطوعا. الله الله رب البرية يا من لم يزال أبدا. دعاء كل مريء دعاه مسموعا. إني دعوتك مضطرا أخاك ركن اصطباري يا أضحى منهما صدوعا. الله الله ها قلت يا ربي للنبي المرسول ما دعا لك من عبيدك حق تستجب له.
كيف يدعي عبدك ويخيب يا المسؤول يا سريع المعطى لجميع ما طلب له أمرك بعين الكاف والنون حق مفعول ما تحقق يحماق ويغيب عن عقله يا المعروف بالباقة والدوام لازال يا البصير بعين اللطف شوف حالي يا الموصوف بالوافة واصفة والكمال بيك ليك سألتك مني قبل سألي يا من بلاني عافني ارحمتك النال يخاف ثقلي يتسرح يا ارسخ عقالي الصلاة والسلام على إمام الأرسال سيدنا محمد كنزي ورأس مالي يا أكرم الخلق على ربي وخير من فيهم به يسألون قد مسني الكرب وكم مرة فرج كربا بعضه يذهل فبالذي خصك بين الورى برتبة عنها العلا تنزل عجيل بإذهابي الذي أشتكي فإن توقفت فمن أسأل فحيلتي ضاقت وصبري انقضى صبري انقضى ولست أدري ما الذي أفعل ولا ترى إعجازا مني فما لشدة أقوى ولا أحمل فأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل فسلام عليك تترامي
وتعقى به لك البعوام وسلام عليك منك فما غيرك منه لك السلام كفاء وسلام من كل ما خلق الله لتحيا بذكرك يملا وصلاة كالمسك تحمل مني شمال إليك أو نكباء وثناء قدمت بين يدي نجوايا إذ لم يكن لدي ثراء ما أقام الصلاة من عبد الله وقامت بربها أشياء صلي يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه الرضا والثناء اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.